أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط تخصيص 3 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا للحصول على الشهادات الذكية QR كود بالمجان لجميع المواطنين المسافرين، وذلك لاستيعاب كافة الأعداد المتقدمة للحصول على اللقاح. وأكدت مديرية الصحية أنه على المواطنين الالتزام بمكان تلقي التطعيم المحدد. المركز يوميا بيستقبل من 400 ل 500 فرد، بس لازم احنا يكونوا مسجلين على السيستم. برضو احنا بيدخلوا عندنا هنا بيعملوا الموافقات المستنيره والادخال وبتلقوا الخدمه بتاعتهم، وبيطلع لهم شهاده الكيو ار، وبيتفضلوا بعد كده بيشوفوا يعني بيسافروا على طول. اهم حاجه عندنا بالنسبه لنا نحافظ على الاجراءات الاحترازيه الوقائيه، سواء بالنسبه للفريق الطبي الممرضه او اذا كان الشباب الاي تي اللي بيقدموا الخدمه، او بالنسبه للطبيب اللي بياخد الموافقه المستنيره. كمان بقى الجزء الثاني بالنسبه للمواطنين، الفريق الطبي والمواطنين بنحاول نحافظ على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه منعا للاصابه او اي حاجه موجوده.